السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم باذن الله حبيت نديكم معايا تراو شويه في سوق ولاد ميمون، ولكن قبل ما ندخلوا للسوق الداخل حبيت ندير معكم واحد الجوله في واحد المحل حل جديد حدا سوبر مارشي، فيه داكشي ديال البيجامات والملابس الداخليه وحتى الملابس التقليديه، داكشي ديال الجلالب والقفاطن. فحبيت نشارك معكم مقتطفات من هذا المحل هذا، وعنده حتى البوركيني كيف كتشوفوا. المهم بلا ما نطول عليكم، راه الفيديو ديال اليوم متنوع فيه بزاف ما يتشاف، خليكم معايا باش نتسارعوا في هذا المحل هذا، ومن بعد ندوزو ندخلو للسوق الداخل وغادي نديكم لواحد المحل ديال الاكسسوارات، ومن بعد محل ديال السيكان. المهم راه كلشي غادي تلقاوه في هذا الفيديو، واللي عندها شي تساؤل او شي استفسار خليو لي التعليقات ديالكم اللي كتفرحني وكتشجعني. المهم يا البنات بلا ما نطول عليكم، نخليكم تسارعوا معنا في هذا المحل ونعاودو نتلاقاو. بعد ما تسالينا في هذا المحل هذا ديال الماسيليا، غادي نديكم المحل ديال الاكسسوارات اللي كنت ديجا من قبل صورت من عنده ودرت لكم جولات. كل ما كيجيب الجديد صراحه كنمشي عنده كنصور لكم الجديد. المهم هذا المحل هذا كيتوجد في سوق ولاد ميمون على برا حدا باركي. المهم اللي بغات شي معلومات على المحل تواصل معايا وتخلي لي ميساج، وغادي نخلي لكم تعليق عفوا، وغادي نجيب نخلي لكم النمره ديالو او الكارت فيزي ديال المحل. المهم يا البنات راه عنده داكشي ديال الاكسسوارات والعطور والمكياج وحتى الالعاب ديال الدراري الصغار. المهم يا البنات بلا ما نطول عليكم، نخليكم معايا وتساراو في هذا المحل، واللي ما شريت نزه. Yeah.
الصراحه يا البنات هذا المحل فيه بزاف ما يتشاف وعنده كل شيء، وديما كنتقدم من عنده. انا اي حاجه كنشريها كنتقدم من عنده، سواء في الاكسسوارات او في المكياج او في البارفه. المهم يا البنات انا عجبوني بزاف هاد التشكيلات ديال الحلقات، كتناسب هكا الوقيته ديال الصيف مع الشيكسوا طويله. صراحه عنده بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الاختيارات. المهم دابا الجوله ديالي في هذا المحل قربت سالا بعد ما تقدي داكشي اللي خاصني. دابا غادي نديكم معايا المحل ديال السكان وغادي تساراو معنا وتشوفوا الجديد اللي كاين. وها هي الجوله ديالي في محل ديال الاكسسوارات هي سالات، ودابا ديتكم معايا المحل ديال السكان اللي كيتواجد حدا الفران اللي كاين في شارع ولاد ميمون. صراحه عنده الثمن موحد ديال السكان كلهم 100 درهم، جميع الاحجام والاشكال والالوان، يعني اي حاجه عجبتكم في هذا المحل دايره 100 درهم. المهم يا البنات نتساراو جميع ونشوفوا الجديد ديال السكان اللي كتناسب جميع الاذواق طبعا، وكاين ديال الحفلات وكاين حتى ديال الايام العاديه. المهم بلا ما نطول عليكم خليكم تساراو معايا. وكيف شفتوا معنا الجديد ديال البنات، راه قلت لكم ثمن موحد ديال السكان على الداخل كاملين 100 درهم، وهي الواجهه ديال المحل على برا، وهي حتى السميه ديال المحل اللي قلت لكم كيتواجد في شارع ولاد ميمون اللي لاصق مع الفران اللي كاين في الشارع. المهم عنده حتى هاد السكان ديال السفر هادو، المهم كاين بزاف ديال الاختيارات. واللي مشات عنده راه غادي تلقى عنده الصراحه اكيد شي حاجه اللي غتعجبها. وعنده حتى هادي على برا ديال البارفان بالعبار. وهاني عاوتاني البنات دخلت للسوق لداخل، السوق ديال ماشي ديال التوب، السوق الاخر في ولاد ميمون من باب الرحمه. دخلت ولقيت هذا المحل هذا حتى هو ديجا صراحه ديجا كنتقدم من عنده، عنده اكسسوارات كتناسب جميع الاذواق حتى الاثمنه مناسبه. المهم صورت من عنده شويه كيف كتشوفوا، صراحه عجبوني هاد الاكسسوارات التقليديه اللي كيواتيو شي لبسه ولا شي قفطان، صراحه كيجيو في اللبسه ديالهم كيعطيو منظر زوين. المهم يا البنات بلا ما نطول عليكم اجيو تساراو جميع. وهاني البنات اللي غادي نديكم معايا رمير كادونا عفوا، وغادي نشوفوا حتى هو الجديد اللي عنده الا لقيت الفرصه اللي نصور، حيت تبارك الله ديما الدنيا عامره تما. المهم هذا المحل هذا قدي داكشي اللي خاصني، وغادي نديكم معايا دابا هاني حدا ميركادونا صار كيف كتشوفوا، غادي ندخلوا للداخل الا لقينا شي فرصه نبينوا لكم الجديد اللي كاين. خليكم معايا.
وهاني البنات اللي كنتسارع معكم في هاد المحل التجاري الكبير ديال نصار اللي معروف بزاف عندنا هنايا في الناظور. حتى هو ماشي بزاف هادي باش حل، حتى هو باقي المحل جديد. المهم يا البنات فيه بزاف ما يتشاف، وكيف ما قلت لكم الدنيا عامره هنايا. كنحاول نصور لكم عفوا داكشي اللي قديت عليه. المهم بلا ما نطول عليكم، تساريتوا معنا شويه. كنتمنى الجوله ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنتسنى تعليقاتكم وتشجيعاتكم اللي كتفرحني بحال ديما. وكنشكر اي واحد خلى لي تعليق محفز، شكرا لكم. وكنتسنى تعليقاتكم، وعند اللي عندها شي سؤال خليه لي في تعليق، وان شاء الله غادي نجاوب على تساؤلاتكم. اللي بغات شي حاجه مرحبا، اي تساؤل او اي شي حاجه، شي معلومه على شي محل. المهم كنتمنى يكون هذا الشيء اللي شاركته معكم اليوم نال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي نقول لكم خليتكم في حفظ الله ورعايته، والى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.